السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كراكم مزيانين، نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فطائر في المقلاة، كيجيو فنين لذادين خفافين مقطنين، وصراحة شي حاجة فغيمون زوينة بزاف. نتمنى انهم يعجبوكم، نتمنى يعجبكم فيديو ديال اليوم. كيف ما العاده قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، ما نساوش الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كذلك اخواتي، ما تنساوش تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معي المكونات والطريقه، وكذلك وانتم كتفرجوا ما تبخلوش ليا بواحد اللايك على الفيديو. فندوزوا مباشره المكونات والطريقه مع بعضياتنا. فبسم الله على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا معي، في واحد القصريه وضعت فيها جوج كؤوس ديال الماء اللي كيكون دافي بالكاس ديال الرايب، كنعبر كيف ما كتلاحظوا، معلقه ديال السكر سنيده او سكر الخشن، قبيصه ديال الملحه، كذلك معلقه صغيره من خميره الخبز. كنحرك غير بالخلاط اليدوي كيف ما كتلاحظوا. من بعد زدت كاس ديال الفينو بنفس الكاس اللي عبرت به الماء، الكاس ديال الفينو بنفس الكاس اللي عبرت به الماء. المهم الكاس اللي نتوما اللي عبرتو به هي ديال الشاي، هي كاس ديال العلبه، هي كاس ديال الرايب، الكاس اللي تعبروا به الماء واللي تعبروا به الفينو. صافي، من بعد ما كنخلطو مزيان كنوضعو الدقيق. بالنسبه للدقيق صراحه ما عبرتوش معكم، حيت فيه انواع وانواع، كاين انواع اللي كتشرب كاين انواع اللي ما كتشربش. المهم الدقيق كيف ما كنقولوا دائما كيختلف من نوعيه الى اخرى. غادي نوريكم ان شاء الله القوام ديال هاد الفطائر هادو، كيفاش خصهم يكونوا وكيف او كيفاش خصو يكون القوام يعني ديال الخليط ديال هاد الفطائر كيف ما قلت لكم. صافي، كنخلطوا الخلاط اليدوي وحنا كنضيفوا الدقيق بالتدريج، ومن بعد غادي نستعمل يديا غادي نخلط مزيان حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي رطبه كتكون بحال هكا. من بعد كندير في يدي واحد الرشيشه ديال الزيت وكنبقى بحال اللي كندلك فيها، ولا بحال اللي كيف ما كنقولوا كنخبطوا العجينه ديالنا. صافي بحال هكا، نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره العجينه ديالنا كتكون رطبه، مثل تماما مثل العجين ديال السفنج، يعني تقريبا راه بحال العجينه ديال السفنج تماما، كتكون نفس القوام ديالها. صافي، هنا من بعد ما جمعتها نتوما غادي نخليها. المهم ضروري ما تعطيوها هكا فاش كتقصح، كتعطيوها دوال الطريقه ديال الدلك ديالها باش كينجحوا معكم هاد الفطائر، هما انكم فاش تجمعوا كتبقاو تخبطوهم او تدلكوهم بهذه الطريقه هذه. صافي، من بعد كما قلت لكم غادي ندهنهم بالقليل من الزيت، غادي نسد عليهم بالسلفون، غادي نخلي العجين ديالي حتى يختمر مزيان، ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما اختمر العجين كيف ما كتلاحظوا ضروري ما تخليوه يخمر مزيان. المهم دابا راه الجو سخون، راه في الساعه كيخمروا، ما كياخذوش مده اللي طويله. كنجيب واحد لاطا ولا واحد اناء كنرشوا بالقليل من الزيت النباتيه، ومن بعد غادي ندوزوا للعجين ديالنا، غادي نشكلوه كويره. تشوفوا معايا العجين ديالي هنا باش كتعرفوا ان الفطائر ديالكم غادي ينجحوا، غادي يجيكم واعرين، هما انكم العجينه فاش كتلقاو فيها هاد الفقاعات. شوفوا معايا الفقاعات، فاش كتلقاو هاد الفقاعات، كثرت الفقاعات في العجين، كتعرفوا ان الفطائر ديالكم ناجحين وغيجيكم خفافين وفنين من الداخل ديالهم. صافي، انا غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نشكلوهم كويرات. المهم الحجم ديالهم كل واحد يدير الحجم اللي بغا، انا غادي نديرهم متوسطين، ما كبار ما صغار، هاد القياس هذا. صافي، وغادي نشكل العجين ديالي كله اللي عندي بنفس الطريقه، وغادي ندوزو ان شاء الله مباشره في الطريقه ديال الطياب. ها نتوما شوفوا معايا الفقاعات كيف ما كتلاحظوا معايا، كما قلت لكم عجينه راه ناجحه 100%. هنا كنبداو باول كره اللي شكلنا مباشره كندوزو نطيبو، يعني ما كنخليهمش يخمروا الخمره الثانيه، يعني كنخمروهم غير مره واحده، يعني غير في القصريه كنخليهم يخمروا فقط. فهاد المرحله هذه كنكون وضعت واحد المقلاه فيها الزيت، كنخليوها حتى كتسخن مزيان، من بعد كنديروا نار اللي كتكون متوسطه وكنبداو نطيبوا فيها الفطائر ديالنا. بالنسبه للفطيره كيف ما كتلاحظوا معايا، كنشدوها وكنسرحوها مزيان، كنبسطوها مزيان، من بعد كنهزوها وكنحطوها في الزيت. فاش كنحطوها في الزيت مباشره كتبقى تطلع وكتبقى دير فقاعات كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للزيت ما كنديروهش فوق منا، يعني غير كنحطوها ما كنرشوش فوق منا الزيت،
وغادي تضحى كل فقاعات ما شاء الله، وكيجيو خفافين. هانتوما شوفوا معايا كيجيو فنين صراحة. كنخليوه حتى كتحمر مزيان ومن بعد كنحيدوه. بالنسبة للزيت راه ما كتجيش شاربة الزيت بصفة نهائية، كيجيو ناشفين بحال اللي ما مقليينش في الزيت. المهم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الصورة ديالهم في الاخر ديال الفيديو، كيجيو ناشفين كما قلت لكم. هذه ثاني فطيرة. المهم هنا فاش كدير لكم داك الفقعه هكا في الوسط، حاولوا انكم بواحد الملعقه كتخرجوا من داك الهواء وخليوها كيف ما هي، يعني راهم كيجيو رقاقين من الوسط ما كيجيوش غلاط. صافي شوفوا معايا هنايا، هذه كما قلت لكم ثاني فطيره، وهذه الفطيره اللي حيدت كيجيو فنين صراحه، شي حاجه زوينه بزاف، حسن من السفنج كاع المذاق ديالهم كيجيو فنين. واهم حاجه انهم خفافين، خفافين بزاف، كتهزو يعني فطيره بحال اللي مهزين حتى شي حاجه. صافي بنفس الطريقه كنخليها حتى كتحمر من الجهه ديال التحت، كدير فقاعات كيف ما كتلاحظوا معايا، ومباشره كنقلبوها بنفس الطريقه، كنخليوها حتى كتحمر من الجهه ديال الوجه وكنحيدوها. من الطريقه ديال الطياب، طريقه كذلك ديال التحضير ديالهم، راها ساهله بزاف، ما كيحتاجوش واحد وقت اللي طويل، خصوصا في هذه الوقيته هذه الحال السخون، يعني في الساع كيوجدوا لا في الخميره ولا في كل شيء صراحه، في الساع كيختمروا وكيوجدوا. يمكن لكم تحضروهم للفطور ولا الكوتي، كيجيو فني والله لضيافكم، علاش لا، كرام كيجيو رائعين في المذاق صراحه، كما قلت لكم راه حسن من السفنج. نتمنى انكم تجربوهم باش يعني تعرفوا علاش كنهضر. صافي هنا كنبقى مستمره بنفس الطريقه، ونشوفوا معايا ما شاء الله فنين صراحه. فاش درتو لهم يعني فاش حضرتهم العائله ديالي حماقوا عليهم، عجبوهم بزاف وقالوا لي دائما بقاي ديري يعني ديري لنا، عجبوهم بزاف قوه الخفه والبنه ديالها. هانتوما ما شاء الله كيجيو ذهبيين ومفشفشين من الداخل، كيجيو خاويين. المهم غادي نحل معكم ان شاء الله في الاخير، غير تبعوا معايا الفيديو كيفما قلت لكم، وكنبقى غاديه على نفس الطريقه كما قلت لكم، غير كنحطوا الفطيره ما كنرشوش فوق من الزيت، كنخليوها كيف ما هي حتى كتحمر، ومباشره كنقلبوها. فاش كنقلبوها بحال الطريقه ديال الطياب ديال السفنج، فاش كنقلبوها يعني راسها كتزيد تنفخ وكتزيد داك الفقاعات يزدادوا فاش كنقلبوا الفطيره ديالنا. صافي وكنخليوها حتى كتحمر وكنحيدوها. كما سبق وذكرت معكم النار كتكون نار متوسطه، ما تكونش نار عاليه بزاف وما تكونش نار منخفضه، الا كانت نار عاليه بزاف فغادي يتخطفوا لكم كيف ما كنقولوا، يعني غادي يجيكم برا محمرين ومن الداخل غيبقاو لكم عجنين، وكذلك الا كانت نار منخفضه غيجيكم شاربين الزيت. السر ان ديال المقليات ديالكم ما يجيوش شاربين الزيت هو ان النار تكون نار متوسطه باش ما يشربوا لكمش الزيت، يعني ما يجيكمش عامرين بالزيت من الداخل. صافي كنبقى اخواتي على الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه، وهذه هي الكميه كلها ما شاء الله. هذه الكميه اللي بارطاجيت معكم راه كتعطي واحد الكميه غزاله. نشوفوا معايا هنا عاد راه باقي جوج حبات صراحه، حطيت معكم غير هذا الشيء، هذا كيجيو رائعين في المذاق، فنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا. شوفوا معايا الخفه ديالهم، الرطوبه والتفشفيشه كذلك في نفس الوقت، راهم كيجيو صراحه فنين. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا من الداخل الى كيفاش كتجي. المهم هنا راني كنوريكم فقط التحميره ديالهم، وغادي نحل معكم وحده من الداخل بطبيعه الحال باش تشوفوا من الداخل ديالهم كيفاش كيكونوا، يعني من الداخل ديالهم هنا يشوفوا معايا ما شاء الله غزالين مفشفشين خفافين. هانتوما راه النتيجه قدام عينكم كيف ما كتلاحظوا، فنوضوا جربوهم وردوا عليا ما غاديش تندموا عليهم. شوفوا معايا من الداخل ديالهم كيجيو مثل القطن، كيجيو مقطنين وكلهم فقاعات. غادي نحل معاكم ثاني وحده، هانتوما راهم كلهم كيجيو بنفس الطريقه، فنتمنى منكم انكم تجربوهم وتردوا عليا. ما تنساوش الا جربتوهم عجبتكم الوصفه تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا،
فضلا وليس امرا. كذلك الا كنتو جداد اول مره كتشاهدوا القناه، فنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. ولا باقي كتشاهدوا الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم مع فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.